ده مهم جدا بالنسبه نبدأ لنا. دوله دوله كده. الاول انا علشان احنا هنا في مصر، يعني انت شايف وسائل الاعلام المصريه غطت الموضوع ده ازاي؟ للاسف انا مش عارف احنا رايحين فين اعلاميا. يعني احنا مستوانا المهني كل يوم بينحدر عن اليوم يعني الاهرام النهارده المانشيت الاساسي فيها في اللي هو موجود في صفحه 11 او 12 ده كان بيتكلم عن الجيش التركي يطيح باردوغان والقوات المسلحه تسيطر على ده صف 11 او 12 لا دي السعوديه الجيش التركي دي الاهرام الجيش التركي يطيح باردوغان القوات المسلحة تسيطر على البلاد وتعلن الأحكام العرفية واختفاء رجب طيب أردوغان. الجورنان الوطن النهاردة أضاف كلمة أن الجيش التركي يطيح بأردوغان وأردوغان يلجأ إلى ألمانيا. مش عارف هم التفاصيل بيجيبوها منين، يعني احيانا بتبقى في احيان لما تبقى الصوره غير متضحه تمام. يعني انت شايف ان الصحف اتسرعت في المنشطات اللي وده بيفكرنا بحاجه من حصلت. يعني طبعه دي الطبعه رقم كام؟ دي الطبعه الثانيه. طب ما ممكن نصلحه بقى في الطبعات اللي بعد كده. بس طبعا ما هو ده فكرني بخبر الصوره اللي بعدها او الشكل اللي بعده لما المسا ظهرت وقالت البريطانيون اختاروا البقاء مع اوروبا نتائج اوليه اتنين. طبعا ده كان عكس ما تم تماما. وده برضه بيفكرني بحكايه المسا، وكان في مثل عندنا دايما في كليه الاعلام بنذكره في حادث مقتل الرئيس السادات. طبعا معروف ان هو برنامج الحفل هيتم الساعه كذا تعمل كذا، جريده المسا ظهرت في هذا اليوم وتعمل ان الرئيس بعد العرض العسكري ذهب الى كذا وافتتح كذا والتقى مع كذا. طبعا معروف ان رئيس السادات كان مات وما كانش في حاجات من دي. ده مثل واضح. بس هم نشروا الجدول ولم يتحققوا من هذا الموضوع. فبالتالي الصحافه المصريه غلب عليها طابع الشماته، كانهم حتى في وسائل الاعلام المرئيه كان هناك نوع من الشماته في تركيا، من الشماته في اردوغان، لم يراعوا قليلا يعني تمهل المهنيه بتقول لك انك تبقى موضوع شويه وتشوف الامور هتمشي ازاي وما تتسبقش او لا تستبق الاحداث وتحط سيناريوهات من عندك. للاسف الشديد وقعت الميديا المصريه في فخ التسرع، في فخ التحيزات الشخصيه، في فخ عدم القدره على قراءه المشهد قراءه صحيحه. وبالتالي ممكن نؤرخ النهارده لكيفيه تغطيه، يعني انا كواحد بتاع اعلام ممكن اخد ما تم تغطيته كنموذج للطلبه لا تفعلوا هذا. اذا اردت في بعض في كتير من الاشياء. بدات الاحوال تتعادل الصبح او اخر لما بدات الامور خلاص ان انتهى الانقلاب فبدا كل واحد يرجع الى قواعده سالمه. لكن الكلمه التي بس هل رجعوا سالمين لقواعدهم؟ لا طبعا. ما الكلمه التي تخرج زي الحاجه لما تخرج خلاص يعني زي كانوا بيضربوا مثل لا تستطيع ان تدخل المعجون الاسنان في الانبوبه مره تانية، يعني هي خرجت خلاص، من الصعب جدا انك تدخل ده خلاص انتهت الموضوع. فده كان في نوع من في بعض الجرائد